ينام الليل هذه المرة، لم يمحه النهار، على العكس هو الذي قاد إلى بداية إشراقة النهار. إنها الساعة 2:31 من فجر 15 من شباط عام 2005. مصطفى بدر الدين يكبس على زر الإرسال الخاص بهاتف خليوي خاص جدا إلى هاتف خليوي خاص بامرأة تربطه بها علاقة حميمة. كان بدر الدين بهدوء قد كتب لها، والبسمة ترتسم على شفتيه: إن علمت أين كنت فإنك ستحزنين كثيرا. هفوة، عدالة سماوية، انجذاب إلى الهاوية، تساؤلات كثيرة يمكن أن تحيط بما كتبه مصطفى بدر الدين، ولكن النتيجة الواقعية لذلك أن هذه الجملة فتحت الطريق إلى إسقاط القناع عمن قتل رفيق الحريم. وسام عيد الذي سيتم اغتياله لاحقا هو من كشف صلة هذه العبارة بالمجموعة التي نفذت جريمة 14 من شباط عام 2005 وأدت إلى اغتيال الحريري وباسل فليحان وعشرين آخرين وجرح أكثر من 226 شخصا. شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أدركت أن المكان الذي منه انطلقت هذه العبارة الفاضحة هو في الضاحية الجنوبية لبيروت. فتشت عن اسم صاحب الهاتف، لم تعثر عليه. جرى التحقيق مع الامرأة التي تلقت الرسالة، سمت مرسلها بعبد المجيد غملوش، سألت شعبة المعلومات عنه وردها الآتي: من مواليد بلدة رومين، أكمل دورة تدريبية في إيران، هو من اشترى الهواتف المحمولة وقد اختفى وربما لم يعد على قيد الحياة. في 7 من كانون 2 عام 2010 نشرت صحيفة دير شبيغل معلومات مماثلة عن غملوش. كان واضحا من مجرد ذكر الاسم أن من قدم المعلومات لهذه الصحيفة الألمانية على علاقة إيجابية بكل من حزب الله والنظام السوري، أراد أن يحصر الشبهة بشخص مجهول تماما وأن يبرئ النظام السوري من دم الرئيس رفيق الحريري في ذروة مساعيه للانفتاح مجددا على أوروبا عموما وعلى الولايات المتحدة خصوصا. لاحقا اتضح أن الصحافي الذي كتب مقالة دير شبيغل تربطه علاقات مميزة بالمخابرات الإيرانية والسورية، ويعقد لقاءات مع كل من ميشيل سماحة صاحب مخطط الفتنة في لبنان وجميل السيد المبرأ بصمت سماحة من هذه الجريمة التي عرفت بملف سماحة مملوك. من هو إذن؟ في التحقيق ظهر أن من سمي عبد المجيد غملوش ليس سوى مصطفى بدر الدين الذي احترف حمل الأسماء المزورة، هو حينا صافي بدر وأحيانا سامي عيسى، حينا آخر إلياس فؤاد صعب. وظهر بدر الدين وهو من مواليد العام 1961 بوجوه عدة. هو صاحب محلات المجوهرات المسمات مسيمو، لديه يخت يحمل الاسم نفسه، يملك شقة في ساحل علمة في جوني، وهو الطالب في الجامعة اللبنانية الأمريكية. هو خبير في العمليات الإرهابية، سبق له وسجن في الكويت، وكان يحمل اسم إلياس فؤاد صعب. في الحكم القضائي الذي صدر بحقه في الكويت حيث أشرف على عمليات انتحارية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في الكويت في العام 1983،
ظهر أنه خبير محترف في إعداد عمليات التفجير الإرهابية. خرج من سجنه الكويتي هاربا في العام 1990 بعد اجتياح صدام حسين، وصل إلى بيروت بطلا يعاني من شح في النظر وهو يعرج. عاد إلى عمله الطليعي في الجهاز الأمني في حزب الله، تربطه صلة مصاهرة بعماد مغني أقوى رجال حزب الله على الإطلاق. في القرار الاتهامي لا يظهر مصطفى بدر الدين سوى مناصر لحزب الله. إن توجيه الاتهام إلى عناصر من حزب الله يعني أن الادعاء العام الدولي قد قرر إسناد هذه القضية وعزوها إلى المتهمين كأفراد وإحالتهم في ضوء المسؤولية الفردية الجنائية، بمعنى أنه لا يمكن معاقبة الألمان على ارتكابات النازية، ولا يمكن معاقبة الأتراك على المذبحة الأرمنية، ولا يمكن معاقبة شعب الهوتو على المذابح التي جرت في رواندا وهكذا دواليك، وإنما يجب معاقبة الأفراد شخصياً الذين هم مسؤولون عن ارتكاب هذه الأفعال أو الذين أسهموا في ارتكاب هذه الجرائم. فإنه قد تم إسناد الاتهام إلى عناصر في حزب الله دون أن يسند كمسؤولية جماعية، بل في ضوء المسؤولية الفردية. ستترتب على هذا القرار الاتهامي بعد الملاحقة التي تمت إجراءات محاكمة، وقد تترتب عليه ملاحقة لآخرين لم يذكروا حتى اليوم في سياقه، ويحاكموا أيضا لاحقا في ضوء ما يتوافر من أدلة. وفي جميع الحالات فإن من يهرب اليوم من العدالة الجزائية الدولية لن يستطيع التملص أو الإفلات منها نهائيا. You can run but you can't get away. هذا هو المفهوم الذي يحق الحق ويؤمن العدالة ويمنع الإفلات منها، وهو ما سيترتب على هذا القرار الاتهامي. كان بدر الدين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري المشرف العام على التنفيذ من خلال تواصل مستمر مع منسق العملية سليم عياش. ثمة شخص ثالث في المجموعة المعنية بوضع قرار اغتيال الرئيس رفيق الحريري قيد التنفيذ، الاسم وهو من المراتب العليا بقي مخفيا. قد يكون التحقيق يجهله، وقد يكون القرار الاتهامي قد امتنع عن إيراد اسمه بسبب مقتله. سليم عياش الذي ظهر منسقا لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو من مواليد العام 1963، كان على اتصال مع المجموعات الثلاث التي شاركت في جريمة 14 من شباط. واكب الجميع، واكب عملية شراء الفان والتليفونات، وتابع المراقبة اللصيقة للهدف، وتابع التنفيذ. وكان يضع بدر الدين بالصورة، وكان بدر الدين يضع بدوره من يعتقد بأنه رئيسه بالصورة أيضا. عياش الذي بات ملف اغتيال الحريري الجنائي يحمل اسمه هو من أشرف على شراء فان الميتسوبيتشي من البداوي بطرابلس بمبلغ 11250 دولارا في 25 من كانون الثاني عام 2005، وهو من تابع شراء 8 هواتف خليوية من طرابلس بتواريخ متفرقة بين 24 من كانون الأول عام 2004 والرابع من كانون الثاني عام 2005، وهو من تابع إعادة شحن الهواتف في طرابلس أيضا في تاريخ لاحق. كانت الخطة تقضي بأن يظهر المنفذون وكأنهم من أبناء طرابلس لاحقا، وفي سياق عمليات التضليل عرف السبب، قصة الحجاج الأستراليين قد تكون نموذجا صغيرا. شارك عياش شخصيا في إجراءات تنفيذ جريمة الحريري،
هو من كان في الرابع عشر من شباط في محيط مجلس النواب، يترقب انطلاق موكب الحريري ليبلغ مجموعات مراقبة الطريق بالاستعداد لتوجيه فان الميتسوبيتشي المحمل ب 2500 كيلوغرام من التي ان تي نحو هدفه المرسوم. إن انفجار بقوة 2 طن من التي ان تي إذا كان سطحيا 2000 كيلوغرام من التي ان تي حسب معامل، هناك معامل للأرض كأنها صلبة أو طرية أو وسط، في أرض عادية كأرض بيروت 2000 كيلوغرام من التي ان تي يجب أن يخلف حفرة لا يقل قطرها عن 14 متر وعمقها حد أدنى 4 أمتار. إن أجهزة الرصد الحديثة يمكن أن تحلل وتكشف نوع المتفجرات المستعملة في أي حادث انفجار يسير، وأظن أن المتفجرات التي استعملت قد عرفت بالتأكيد نوعيتها وماهيتها، أما تأكيد مصدرها فإن كل دول العالم تستعمل تقريبا نفس مواد المتفجرات اللي هي أساسها المتفجرات الشديدة الانفجار كالبونتريت والإكزوجين، ويشتق منها وخلافا لما يظنه البعض السي فور والسيمتكس، هي ليست متفجرات إنما هي مشتقات. السي فور هو البونتريت بنسبة 90% مع مواد مطرية ليصبح كالعجينة، كذلك السيمتكس التي تستعمله معظم الدول الشرقية هو أيضا متفجرات بلاستيكية يعني عجينة على شكل معجون يستعمل فيها الإكزوجين مع مواد مطرية. أما الأجهزة الحديثة فيمكنها أن تحدد بالضبط نوعية المتفجرات المستعملة، وقد تكون لدى المحكمة اليوم كل التفاصيل عن نوع المتفجرات ومصدره. عياش هو من كان يوزع فرق المراقبة على دارة الحريري في قريتم وعلى مساجد بيروت وعلى مطاعمها وعلى مقاهيها وعلى قصره في فقرة في جرود كسروان. لم تكن فرق عياش تترك الحريري لحظة منذ 13 من تشرين الأول عام 2004، أي قبل استقالة الحريري من رئاسة الحكومة بسبعة أيام. قبلها كتب المعتمدون عند النظام السوري وممثليه في لبنان وعند حزب الله أن الحريري إن لم يخضع للشروط المطلوبة منه فإن استقالته لن تكون بسهولة استقالته في العام 1998، ولن يواجه ما واجهه بل سيواجه ما هو أقصى وأعلى. لم يخضع الحريري، جرى توقيت استقالته مع اتخاذ قرار اغتياله. أبلغ في ذاك التاريخ أنه إن لم يستقل من تلقاء نفسه فسوف تتم إقالته من خلال دفع أكثر من ثلث الحكومة إلى الاستقالة. استقال الحريري، عرف معنى استقالته فكتب بيانه الشهير: إنني أستودع الله وطني الحبيب لبنان. منذ اتخاذ قرار بسط السيطرة الكاملة للنظام السوري وحلفائه وأتباعه في لبنان، بدأ عياش بالتنسيق مع بدر الدين وبأمر من المجهول الثالث عملية مراقبة الحريري. كانت فرق عياش تحصي نفس الحريري. مراقبة هذه الفرق له وفق ما يتضح كانت تغيب كلياً عندما ينتقل إلى لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. سليم عياش هو الذي تسبب بالهجوم الشهير على فريق مجموعة التحقيق التابعة للإدعاء العام عندما قصد عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية للتحقيق مع الطبيبة المشرفة. كان التحقيق وفي سياق مساعي إماطة اللثام عن هوية عياش لربطها بالاتصالات التي كانت تصدر من هاتفه، يريد التحقق من تاريخ وصول زوجة عياش إلى العيادة، لأن عياش اتصل بزوجته التي ظهر أنها كانت هناك وظهر أنها كانت على موعد في العيادة.
يومها ادعى جمهور حزب الله الحرص على المحرمات. المحرمات كانت تجميع مزيد من الأدلة على هوية عياش. هذا الادعاء سيتكرر لمنع إعطاء الأمبي في داتا الاتصالات. هذه الميزة هي التي ساهمت بشكل فعال في كشف هويات متورطين باغتيال الحريري. مسألة الكشف عن هوية قتلة الحريري ليست مجرد اتصالات هاتفية، دراسة الاتصالات الهاتفية تبعتها تحقيقات ميدانية. التحقيقات قدمت أدلة على الأشخاص، أدلة من بينها إفادات شهود، شهود جرى ترويعهم من خلال نشر أسمائهم كاملة وأيضا صورهم وأماكن عملهم. كل ادعاء براءة في ملف الحريري وما يحيط به مجرد تزوير. التزوير بهدف التضليل سمة رافقت التحضير لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. تزوير الجهة المنفذة بدأ في طرابلس واستكمل في منطقة الجامعة العربية. هناك إلى جامع الحوري دخل في 22 من كانون الأول عام 2004 شخص سمى نفسه محمد. محمد طلب من شخص أن يعلمه الصلاة. الشخص لم يكن لديه ما يكفي من الوقت فأرشده إلى أحمد أبو عدس. أبو عدس الشاب الفلسطيني الورع البالغ من العمر 22 عاما تلقف محمد بقوة ووافق أن يعلمه الصلاة، وتواعدا أن يعود محمد إلى الجامع بعد أسبوع أي في 29 من كانون الأول. كانت الفترة كافية لدرس ملف هذا الأحمد أبو عدس عند من أرسل محمد، وفي الموعد المحدد بدأ درس الصلاة. استمر لعشرة أيام متتالية، عشرة أيام كانت كافية ليربط محمد علاقة وطيدة بأحمد أبو عدس. من كان محمد هذا؟ إنه ببساطة حسين حسن العنيسي. كان العنيسي الذي انتظره دائما أسد حسن صبرة في خارج الجامع، مكلفا باختيار شخص مهمته أن يعلن مسؤوليته عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كان البحث جاريا عن شخص ينتمي إلى الطائفة السنية ليفعل ذلك. الهدف هو ربط الجريمة بتنظيم القاعدة. من طرابلس جرى شراء العدة، ومن بيروت جرى إيجاد من سيدعي تنفيذ العملية. في 17 من كانون الثاني عام 2005 كان قد قضي الأمر. تمكن من يسميه القرار الضمني بمناصر لحزب الله من أن يقنع أحمد أبو عدس بالذهاب معه. فعلها أحمد، أبلغ والدته أنه على موعد مع محمد واختفى. محمد هذا أبلغ والدة أحمد في اليوم التالي أن ابنها توجه إلى العراق من أجل أن يجاهد هناك. جثة أحمد هي من حقنا، هي بجميع الأحوال بغض النظر عن المكان الذي وجد فيه أحمد، وبغض النظر عن أحمد، الجثة هي من حقنا نحن. وأنا بصدد رفع دعوة قضائية على الذين خطفوا أحمد أخي واستدرجوا وصوروا وأجبروا على تصوير شريط الفيديو، وبعد ذلك قتلوا، وحتى الآن هم يحتفظون بجثة أحمد. لم يخرج أحمد من منطقة الجامعة العربية إلا ليدخل إلى الضاحية الجنوبية. هناك تلا بيان اغتيال الحريري أمام كاميرا. نصرة لإخواننا المجاهدين في بلاد الحرمين، وثأرا لشهدائهم الأبرار الذين قتلتهم قوات الأمن التابعة للنظام السعودي في بلاد الحرمين. عزمنا وبعد التوكل على الله تعالى على إنزال القصاص العادل بعميل هذا النظام وأداته الرخيصة في بلاد الشام، قائل الإثم وآكل السحت رفيق الحريري، عبر تنفيذنا لعملية استشهادية مدوية تؤكد وعدنا بالنصرة والجهاد، وتكون مقدمة للعديد من عملياتنا الاستشهادية ضد الكفرة والمرتدين والطواغيت في بلاد الشام. بعد تلك اللحظة اختفى أحمد أبو عدس، لم يظهر في أي موقع من مواقع الجريمة، لم يكن في الفان الذي جرى تفجيره، كان قد أصبح مجرد فيلم فيديو يحمله العنيسي وصبرة
ليودعاه بعد ارتكاب الجريمة في شجرة قرب الإسكوة، ويرشدان إليه الموثوق من حزب الله غسان بن جدو، بعدما كانا تلايا البيان على مراسلة مختارة من مكتب وكالة رويترز في بيروت. راقب الشريط كيف كان يؤخذ من قرب الإسكوة. أنهيا المهمة، عادا إلى الضاحية الجنوبية، أبلغ سليم عياش بالنتيجة، عياش أبلغ بدر الدين، بدر الدين أبلغ المجهول الذي يفترض أن يكون رئيسه، ولم يذكره القرار الاتهامي، ربما لأن المقصود به شخص قد مات قتلا. ثلاثون شخصاً شاركوا في تنفيذ عملية اغتيال الحريري، لم يكشف منهم سوى أربعة. وفوق هؤلاء الثلاثين يوجد آمرون، كل الآمرين لا زالت أسماؤهم مخفية. دوافع الجريمة لا تزال هي الأخرى مخفية. إن تحديد الدوافع سيحدد المستوى السياسي الذي اتخذ قراراً كبيراً بتصفية قامة سياسية عملاقة لبنانياً وأقليمياً ودولياً. التحقيق لا يزال مستمراً، فيما محاكمة الذين كشفت أسماؤهم وضعت على السكة. محاكمة المتهمين الأربعة ستكون بالصورة الغيابية. الدولة اللبنانية تحتضن أخطر أربعة متهمين بأخطر جريمة اغتيال إرهابية، تحتضنهم فيما الاغتيالات تتابع. محترفو الإجرام يصولون ويجولون ويشكلون حكومات. الحكومة التي شكلها أصحاب القمصان السود، وهم أيضا بالعرف القانوني من أنصار حزب الله، لا تفعل شيئا لإلقاء القبض على المتهمين الأربعة. فهم بهذه الضخامة عهد بها إلى أصغر جهاز عدلي في لبنان، وهو قسم المباحث الجنائية المركزية. المطلوب عدم تنفيذ مذكرات التوقيف، لأن التكليف الشرعي بالمنع قد صدر. حزب الله يصف هؤلاء بالقديسين. حزب الله نوابه يعلنون تقبيل قدم بدر الدين. حزب الله يتحدى الملأ، لو بعد 300 سنة لن نسلمه. لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها الرئيس ميقاتي، بل كانت حكومة يرأسها السيد سعد الدين الحريري أو الرئيس فؤاد السنيور، وليست حكومة وحدة وطنية. خلينا نروح على أصعب الحالات، حكومة منكم من لون واحد، وزير داخليتها وزير عدلها وزير دفاعها هو أشد المتطرفين مثلا في قوى 14 أزار، لنفترض هذا. هل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ هل كانت تستطيع أن تعتقلهم؟ هل كانت تستطيع أن تنفذ مذكرات توقيف المبلغة من قبل السيد بلمار؟ هي لن تستطيع أن تفعل ذلك. وأنا أقول كلنا يعرف أنه مش هاي، أقل من هيك هي لا تستطيع أن تفعل ذلك. ولذلك لا تحمل حكومة رئيس ميقاتي ولا تحمل البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما أمكنها ذلك. وبالتالي تركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية. نحن طبعا عم نشتغل على قاعدة أن لا نحرج الحكومة ولا أن نحرج أحدا. وبعتقد لا بـ30 يوم ولا بـ60 يوم ولا بسنة ولا بسنتين ولا بـ30 سنة ولا بـ300 سنة بيقدروا يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا، لأنه مفهوم اللعبة كلها الكبيرة والصغيرة مفهومة. لما تقرب ترفع راسك، لما تقرب. هذه هي قصة كشف بعض الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حقيقة لن يتنازل لبنانيون وعرب
عن السعي الدائم إليها كاملة ولو بعد 300 سنة.